أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تقنيات الحوار بين الشباب لصالح عدد من الشباب الذين يمثلون دول الساحل، وكان وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح هو من ترأس المناسبة. تفاصيل محمد حسن. الورشة التدريبية التي نظمها مركز الحوار الإنساني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول الحوار بين الشباب والمؤسسات بمنطقة الساحل، والتي استمرت لمدة 3 أيام، سمحت للمشاركين اكتساب خبرات ومعارف جديدة في مجال الحوار وحل الخلافات والنزاعات إلى جانب مكافحة التطرف، حيث انبثقت أعمال الورشة توصيات للحكومة وشركائها في التنمية لمواصلة تنظيم مثل هذه الورش والدورات التدريبية بهدف السماح للشباب تبادل الآراء والأفكار الهادفة التي تمهد الطريق لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والسلام الدائم. 3 أيام أننا هنا جاينا ده أجينا في أي مشكلة لبشنا الشباب، كان في القراي ولا كان في الفاتشين كدمة، هجينا كله أسا كلام أنا شكل مش الناس الجاي يدخل بقوة رام دول شنو ده مش هنتعرفو هم من دما مساج أنا بريمي كم عشى ليجون دول دون كلام كلام ده كل هجينا فوقا وهجينا في الدريب كي كان غوفرنما كان هم أسوسيشن أنا شباب زاتا دريب اللي يقدر يفتشو لي يلقوا فوق سوليشن لي البروبلم دول ده. وزير الشباب والرياضة والترفيه في كلمته الختامية لهذه المناسبة أشار بأن الحكومة عبر الصندوق الوطني لدعم الشباب قد مولت العديد من المشاريع الشبابية الإنمائية، وأن كل هذه الجهود تنصب في صالح تحسين الظروف المعيشية للشباب، كما أكد الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات والعمل بها من عجل بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة في مكافحة التطرف وفتح الفرص أمام الشباب لضمان مستقبل البلاد والشريط الساحلي.